ننتظر ونترقب هذه المحاولة التي تأتي في لحظات أخيرة. تسديده، جول للمنتخب الكولومبي، للمنتخب الكولومبي، يبدأها الآن وينثر الفرحة والابتسامة على الجماهير الكولومبية. نعم، يأتي بالهدف الأول المنتخب الكولومبي، وليونيل فارس، افرح يا ليونيل يا الفارس، فرحة كبيرة. وشوف اللون الأصفر يعتلي في ملعب المباراة، هدف أول يأتي. وكما ذكرنا، نعم، هي نظرة فابتسامة، فلقاء فابتسامة، فهدف أول وفرحة كولومبية أولى، بعزيمة، بتسديدة يأتي الهدف الأول لصالح المنتخب الكولومبي. كولومبيا تفتتح، وتشوف الفرحة هنا من جانب الجماهير الكولومبية. شوف كيف فرح الملعب هنا أمامنا بهذا الهدف وللجماهير الكولومبية. ميسي، سلام من ميسي، يبحث عن المرور، مر بشكل ممتاز، تمريره بشكل أروع، العرضية بشكل أجمل، والهدف الأول بشكل أروع. يا السلام يا ميسي، السلام يا ميسي، هدف يدرس، هدف يدرس. ها هي الأرجنتين تستفيق وتنتفض، كما ذكرت صمتت دهرا ونطقت هدفا الآن، صمتت دهرا في المباراة ونطقت هدفا الآن بمجرد أن تحرك. شوف الكرة الماضية، خلى اللاعب موسكيرا على الأرض، خلاه على الأرض ونوم كما يشاء، طبطب عليه في الكرة الماضية بالمرور الرائع. شوف الكرة الماضية، ميسي لم يراوغ بل طبطب على اللاعب كويرا في الكرة الماضية، مرر تمريرة رائعة لخوسيس عكسي. هنا لعبة مواتية، ميسي حاول المرور، مرور بشكل ممتاز، يتقدم، يلا يا هيغوين، وين هيغوين؟ هذا هو حال الأرجنتين، ومحاولة هدف، يأتي الهدف الآن، يأتي الهدف الآن، ويصمت المدرجات. سيرجيو أغويرو يفعلها الآن، ويأتي بهدف لصالح المنتخب الأرجنتيني. هذا هو الحال الأرجنتيني الآن، يتحرك أغويرو، والفرحة الكبيرة لخاندرو سابيلا، بل لكل عشاق التانجو. الآن يأتي الهدف، شوف الأولى، الأرجنتين بأكملها بصوت واحد كانت تتحدث، يلا يا هيغوين، اظهر وبان عليك الأمان، اظهر وبان عليك الأمان، وقت حالة الإخفاء التي ظل عليها طوال المباراة. مر هيغوين وتقدم، سدد هيغوين، تابع أغويرو ويسدد.